كابتن ياسر. يا ويز حبيبي يا ويز، عامل ايه يا عزيز؟ تمام الحمد لله. ايه الحلاوه دي حبيبي يا كابتن ساره؟ زيزو يا جماعه لعب في ايه في الدوري اللي انا بحبه جدا؟ الدوري البرتغالي. الله. ولعب في ماديرا. انا لعبت في ماديرا، هو لعب في ماديرا. زيزو من اللعيبه اللي جامده جدا اللي انا بحبها جدا، لعيب موهوب، ويعني بقى يعني كل سنه بقول زيزو لازم يطلع هداف الدوري. فعلا هو بيكسر الدنيا. حقيقة حبيبي زيزو. في كام هاف رايت هنا وهاف ليفت؟ حد عايز يسال زيزو سؤال؟ اي حد عايز يسال سؤال؟ اسال اسال. فقط الارتو ازاي؟ بحطها ازاي؟ بتمرن عليها كتير. لازم ايه؟ طريقة الشوط بتاعتي جامدة. طريقة الشوط كل حاجة بتتعمل بإتقان، يعني لازم تبقى متمرن عليها قبل كده عشان توصل للحاجة الدقة نفسها، فاهم؟ عشان كده بعد كل تمرين لو كل واحد عايز يزود على نفسه حاجة يعملها، حد مميز في الكروسات أو عايز يطور في الكروسات يعملها، حد عايز يزود في الشوط يبدأ يتمرن لوحده كده، يعني 10 15 كوره كده بعد كل تمرين هتلاقي نفسك وصلت في حته بعيده يعني. ودي مش محتاجه حد معاك، انت ممكن كل واحد ما بينه وبين نفسه. بالظبط. صح؟ يعني يظبط مع المدرب بتاعه على حمل التمرين، وهو لو المدرب بتاعه قال له اوكي ماشي تقدر تعمل كده، كل واحد عنده مهاره عايز يزودها وعايز ينميها يقدر يتمرن عليها بعد التمرين يعني. ماتش النهارده كابتن ساره وكابتن عبد الستار الاثنين كانوا موجودين في الموسم اللي فات ولعبنا مع بعض وفي تاريخ ما بينهم، فانتوا عارفين لازم نروح للتحدي عشان نعرف زيزو هيكون مع مين فيكم في محاضرة قبل الماتش. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. يلا بينا على التحدي. تحدي النهارده هو واحد من اكتر التحديات المفضله عندي وعند اغلب الناس اللي بتتفرج علينا، وهو تحدي الديزي بينالتي. هيكون في لاعب من كل فرقه عبد الستار فرقه ساره هيلف حواليه الكون، وبعد كده هيشوط بنالتي اقرب شويه بس من نقطه احنا بنقربها له، بس الفكره طبعا ان هو عشان بعد ما يلف يجري مسافه اكبر فالاختبار عليه يكون اصعب، وهيكون في حارس مرمى واقف في الجول وهنشوف مين اللي هيكسب. تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا اللاعب الاول. تعالى يا يحيى. يحيى. صوت حمودي. تعالى حمودي. يلا حمودي. حارس مرمى؟ ريان. في ريان. عبد الرحمن. تعالى عبد الرحمن. ماشي. مين اللي هيقف الاول؟ احنا نشوط الاول. شوط الاول. انا صوت والله. يلا يا شياكه الشياكه كلها. ابدا. واحد. خليك زي ما تلفش بسرعه. ثلاثة. ما تلفش بسرعه. أربعة. خمسة. ستة. كتير قوي. سبعة. بص ايه في مزيد. ثمانية. كمل. تسعة. بص فوق. بص تحت. عشرة. 11. بص فوق. انت بتلف. بص فوق. 12. انت معايا. 13. بص عليه هو. بص. 14. 15. داخل. 16. كمل. اعلى. ارفع راسك فوق. فاضل ثلاثة. يلا. 13. روح. اهدى اهدى اهدى. على طول. دخل الجول. جامد. يلا. واحد. اثنين. بص يا مطرح ما انت عايز. ثلاثة. أسرع أسرع. أربعة. ده ذكي. خمسة. أسرع أسرع. ده عنده خبرة في اللف. لا إيه اللي إيه اللي. 11. ها 12. اسرع اسرع. 13. هتاخد لحد 50. اسرع. 17. 18. 19. 20. يلا يلا. الله الله. بس انزل انزل انزل. اهبط اهبط على الارض. اهبط على الارض. بس كده خلاص. أمال لو كنت بتلف بسرعة كنت عملت إيه؟ عشان بصيت في الأرض. كده الانتصار بيروح لفرقة كابتن سارة. يا زيزو هيروح مع سارة في المحاضرة قبل الماتش. وكابتن عبد الستار صبري هينتظرنا في الملعب وهينتظركم كلكم في الملعب مع فرقته. أنا مستنيك.